استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيفة ظهر اليوم الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال عبد العزيز جعفر والقائمين على مشروع منتزه الشيخ نواف الأحمد الصباح بمنطقة الوفرة، حيث قدموا لسموه رعاه الله شرحا للمشروع والمزمع تنفيذه من قبل شركة نفط الكويت وتحت إشراف الديوان الأميري، حيث تبلغ مساحة المشروع 1,000,000 متر مربع ويتضمن مركزا كبيرا للتسوق ومركزا للمعارض والعديد من المطاعم والمقاهي ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، كما يحتوي المشروع على مسطحات زراعية وبحيرة اصطناعية وبرجا للمرصد الفلكي وحديقة حيوانات ومنتجع يحتوي على فندق وشاليهات ومجمع تراثي لذوي الحرف اليدوية والقديمة ومجسمات مصغرة عن الكويت تمثل المحافظات الستة ومسرح رومانيا وملاعب مغطاة. وحضر المقابلة نائب وزير الشؤون الديواني الأميري الشيخ علي جراح الصباح. نبدأ في البداية، المساحة طبعا 1,000,000 متر مربع عبارة عن 110,000 متر في 800 متر. أول شيء المنطقة اللي هي هذا الشارع مال الوفرة طبعا يضم مصافط سيارات، راح نسعى انها تكون نحط عليها الطاقة البديلة السولار بانل مال الطاقة الشمسية على اساس ان نخفف الاحمال والطاقة والباور اللي نستخدمها، عبارة عن 3,300 مصفط سيارات. ندخل على مجمع كبير مالتي بيربس حق المعارض عبارة عن طابقين 120,000 متر مربع عبارة عن طابقين وفي سكاي لايت على أساس إنه يصير المكان شرح وجاذب حق الناس إذا طبيعية طبعًا، ونخفف بعد الطاقة الباور واللايتينج. طوله 700 متر. 700 متر تقريبًا. يخدم المعارض فندق وشاليهات عبارة عن 100 شاليه تقريبًا مع 14 فيلا مع برايفت سويمينج بول. على اساس الاكوموديشن حق المعارض عندنا هي طبعا شوبينج مول مجمع مركز تسوق 25,000 متر مربع تقريبا. طبعا الاكتيفيتيز اللي راح تصير سينمات، البيزمنت راح يصير حق الاكتيفيتيز مال الاطفال وغير المحلات التجاريه. طبعا متصل المجمع المركز التسوق متصل ببحيره صناعيه، البحيرة الصناعية تخدم مطاعم وسميناها قرية المطاعم، بالإضافة إلى منتزه للألعاب بهالطريقة، منتزه ألعاب وبرج. هذا البرج طبعا ارتفاعه عالي يكشف المنطقة كلها، بالإضافة إلى مرصد الفلك في الطابق الأعلى، على أساس أنه إحنا جانا خبر أن منطقة الوفرة من أحسن المناطق اللي تكشف، اللي يقدرون الأرصاد الجوية أنها تكشف النجوم. و طبعا عندنا ممر مائي راح يكون فيه مثل قوارب كهربائيه تسهل عمليه انتقال الناس، في لان 1,000,000 متر مربع المساحه كبيره. عندنا حديقه حيوانات، وعندنا هنا عباره عن محافظات الكويت الست، كل محافظه طبعا حطينا لها قسم راح نحط فيه مجسمات تدل على المرافق التاريخيه في المنطقه، مثل جهره نحط القصر الاحمر، نحط المطار الكويت في الشرق، فكل محافظة إن شاء الله راح تضم مجسمات من معالم التراثية والمباني البارزة في الكويت. عندنا هنا معرض شركة نفط الكويت، حبينا أن تصير لنا بصمة في هذا المنتزه. عندنا هنا خط قطار على أساس أيضا يسهل تنقلات الناس بالبارك. عندنا هني ملاعب خارجيه، ملاعب كره قدم حق الشباب على اساس انه يقضون وقت فراغهم، بالاضافه الى ملاعب مغطاه. هذه غير مغطاه، هني مغطاه، هني مغطاه بما فيها المسرح الروماني حق المناسبات يطل على المنطقه الخضراء طبعا. وعندنا طبعا هني الموروث الشعبي عباره عن اكشاك او مجسم مثل بوثات حق المتقاعدين واصحاب الحرف الكويتيين اليدويه. طبعا التنفيذ راح يصير عن طريق شركه نفط الكويت، بالاضافه الى الهيئه العامه للزراعه، وزاره الداخليه، لان لازم يكون في مثلا مخفر، بالاضافه الى مستوصف وزاره الصحه.